اوكي طلاب الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم عندنا المحاضره الاخيره من الوحده الثانيه عندي هي الستوري تايم اللي هو وقت القصه، نيو ييرز داي لندن، وهو يوم جديد في لندن، يعني يوم من السنه الجديده وين؟ في لندن اللي هي تكون عاصمه انجلترا. السؤال الاول هنا يقول لك listen and read and find out، استمع واقرا ثم find out، تكتشف. عندنا سؤالين، what did Yasser see؟ ماذا رأى ياسر؟ see ماذا رأى ياسر؟ from the top of the big wheel. big wheel معناها ديلاب الهواء، هذا ال big wheel ديلاب الهواء. زين، السؤال الثاني، was he happy؟ هل كان سعيدا؟ that he went on the London Eye، هل كان سعيدا في الذهاب إلى لندن آي؟ اللي هي هنشوف I'll never. نا راح نبدي نترجم اللي موجود. I'll never forget، ابدا لا انسى. اوكي، لا انسى January the first، الاول من شهر الواحد. تعرفون January بعد شهر الواحد. I was in London، كنت في لندن. With my parents، مع عائلتي. And older sister هالة، وأختي الكبيرة هالة. We wanted to go on the London Eye، أردنا الذهاب إلى عين لندن، مدينة. Okay، that's a big wheel، هنالك دولاب الهواء، إحنا نسميه بالعامية دولاب الهواء. هذا اللي بالصورة هذا يعتبر من أكبر wheel في العالم. بابا إيش يقول؟ the biggest wheel in Europe، من أكبر يعني دولاب هواء في العالم. that takes you up، يعني يأخذك عاليا. okay، in the air، في الهواء. above London، يعني تشاهد كل لندن. ايش قلت؟ in its 135 meters، بمسافة 135 متر ارتفاعا. هاي يعني ارتفاعا. and is next to the river، مو هذا Thames، لا Thames، بالقرب من نهر Thames المشهور. people say، يقول الناس. that the view، view يقصد بها المنظر. okay، from the top، من الأعلى. المنظر من الأعلى is fantastic، رائع، رائع جدا. And you can see all over London، ويمكنك رؤية شنو؟ كل لندن. And London is over 50 kilometers wide، العفو 80 kilometers wide، يعني بالعرض هي مساحة 80 كيلو متر. زين، نجي وين؟ نجي على الشق الثاني، وهو we went out، خرجنا. we went out، خرجنا. after breakfast، breakfast الريوق، الفطور. it was cloudy، cloudy يعني غائمة، بها غيم. and cold، وباردة. there were not many people، لا يوجد عديد شنو many people، من الناس. in the street، كلنا نعرف شنو street، street الشارع. because بسبب the evening before was New Year's Eve، لأنها الليلة التي تسبق ليلة رأس السنة. شلون عندنا ناصر بالعراق؟ the last day of the old year، وهو اليوم الأخير من السنة القديمة. on New Year's Eve، في رأس السنة الجديدة. people there، الناس هنالك. have a party، يعني لديهم شنو؟ party، حفلة. كل بيت ولا يعني الناس هناك يحتفلون بها. they visit friends، يزورون الأصدقاء. or walk around the streets، لا يحون يزورون. visit يزورون الأصدقاء. or walk يعني يتمشون. when في الشوارع. at midnight، في منتصف الليل. they hold hands،
يعني يمسكون أيدي بعض أيديهم. زين. And sing a special song. Sing ويغنون أغنية خاصة. Special songs أغنية خاصة. They go to bed late. يعني ويرجعون للبيت متأخرين. يرجعون كلش وقت متأخر. At the London Eye في هذه المدينة we go on to one of the cabins ذهبنا إلى إحدى الكابينات as the door closed يعني كم أغلقت الباب it started to snow وبدأ الثلج يتساقط look هاله انظري هاله it's snowing إنه الثلج I shouted صرخت we started to go up and up يعني هم بعدهم وين بالكابينة مال من بالكابينة مال الديلاب الهواء وبدأ الثلج يسقط عليهم صرخ we started to go up and up يعني بدأوا يعني يعلى فيعلى as we went higher بينما وصلنا إلى أعلى نقطة the snow got thicker يعني بدأ الثلج يقوى and thicker ويثخن When we reached the top, عندما وصلنا شنو أعلى قمة, we could see nothing. لم نستطع رؤية أي شيء. But the snow, فقط الثلج. بسبب شنو؟ بسبب الارتفاع العالي. We couldn't see the ground. لم نستطع. Couldn't. لم نستطع. See رؤية the ground. يقصد بها الأرض. We couldn't see the famous view. لم نستطع رؤية المنظر المشهور اللي قالوا إنه من تصعد فوق راح تشوف كل منه كل لندن. Only snow. فقط الثلج. We were in a white cloud. يعني كنا في غيمة بيضاء. Are you frightened, Hale? هل أنت خائفة, Hale? I ask. سألتها. No, she said. Are you? قالت لي وأنت. I said nothing. لا شيء. أذكر. Mom and Dad said nothing. وأبي وأمي كذلك. The wheel turned slowly. وبدأ شنو؟ دلاب الهواء يرجع يعني slowly ببطء. And took us back to the ground ويأخذنا إلى الأرض. It was still snowing. لا تزال إنه شنو يتساقط الثلوج. It snowed all day. يعني وبدأ كان الثلج يتساقط كل اليوم. No, I'll never forget New Year's Day in London. أبدا لن أنسى هذا اليوم وين في لندن. نجي نجاوب هاي الأسئلة. السؤال الأول. What did ياسر سي from the top of the big wheel شنو شاف شاف رأسا نقول he saw شنو snow شاف بس ثلج كل شيء ما قدر يشوف okay snow فقط الثلج أو نقدر نقول white a cloud اللي هي غيمة بيضاء زين was he happy that he went to the London Eye يعني هل كان سعيدا قلنا يعني اكو عدة اسباب مثلا نقول he was sad كان شنو كان حزينا ذات لانه he could not شنو see لم يستطع رؤية the view المنظر الشهير زين بعد نقدر نقول اجابة ثانية he was نقدر نقول he was كان شنو كان frightened خائفا مرعوبا لذلك ما قال كل شيء at the time at the time في الوقت تبع هنا okay time but happy afterwards لكن سعيدا بعد فترة إذن إجابتين تقدر تجاوبين الأستاذ أو الأستاذة مالتكم after words أو هم نعطيكم الإجابات نفسها إن شاء الله زين هذا ما يتعلق بالملون يجي على كتاب النشاط هنا يجي يسألني يقول لي أي who are the characters in the story من هي الشخصيات اللي موجودة وين
بالقصة هسه راح نذكرهم، وهو أول واحد أحسنتم ياسر، الثاني هالة، أوكي، والثالث their mom and dad يعني أباهما أبيهما ذويهما إلى آخره. زين B what is the story about عن شنو تحكي القصة. alright okay alright on the London I okay on the London I on a snowy day on a snowy day on a snowy شنو day نجعل بعدها. Why were the streets quiet لماذا كانت يعني الشوارع quiet يعني هادئة ما بها أحد. الجواب it was كان شنو a new year's day okay يعني يوم رأس السنة. هذا شيء يسموه a public holiday عطلة عامة، هاي تشمل كل جميع البلدان. public holiday public يعني عامة موجودة وين في لندن. السؤال اللي بعده what is the name of the last day of the year ما لا يسمى آخر يوم من السنة يسموه a new year's eve okay. نجي لبعده what do people do on this day ماذا يفعل الناس في هذا اليوم. people الناس قلنا شنو hold hands يمسكون ايدي بعض hold hands and sing a special song ويغنون أغنية خاصة a special song. زين نجي لأخير سؤال هالة ask ياسر if he was frightened why didn't he answer سألت هالة ياسر قالت له مرعوب why didn't he answer لماذا لم يجب يعني جواب نقول maybe الجواب maybe because ربما بسبب he was frightened كان مرعوبا لأن الارتفاع جدا جدا عالي frightened or disappointed يعني شعر بخيبة أمل ليش لأن ما شاف المنظر المشهور اللي صعد على موده or both أو كلاهما هذا ما يتعلق بمن ما يتعلق بالستوري تايم. هاي الأسئلة نبي سيجيب لكم إياها بالامتحان إلى فصل جديد ومحاضرة جديدة دمتم في رعاية الله وحفظه.